حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الديار الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بين الناس. مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم على مدار شهر من الوقت في توقف عن البرنامج، وذلك بسبب أجواء شهر محرم الحرام. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في ذات البرنامج، برنامج بين الناس، ومثل ما عودناكم من خلال عدسة برنامج بين الناس في الحلقات السابقة، في كل حلقة من حلقات البرنامج نرتقي التواجد في منطقة معينة، محطة معينة من محطات عاصمة المحبة والسلام والتآخي بغداد، ونشارككم وإياكم مشاهدينا الكرام جولة على مدار نصف ساعة من الوقت مع الناس، وإحنا نشاهد حياة الناس وحياتهم اليومية ومشاكلهم اللي يعانون من مشاكل وشنو اللي يفتقرون إليه. مشاهدينا الكرام، خليكم ويانا، أنا وزميلي المصور أحمد الوالي على مدار نصف ساعة من الوقت في منطقة الرصافي، وجولة مع الناس داخل منطقة الرصافي. اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، وعوده موفقه ان شاء الله لارض الوطن. الله يخليك. الله يسلمك كابتن، بعد غياب طويل عدت بسلامه ان شاء الله الاراضي بلدك العراق. شلون شفت الاجواء اليوم؟ انت بجوله داخل شارع المتنبي، شلون شفت الاجواء؟ شلون شفت الحركه؟ شلون شفت مدى فرحه الشارع العراقي باحتضانك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا جدا للاستقبال الجميل الذي لاقانا به ابناء شعبنا العراقي في يعني هذا المكان. نعم. هذا المكان الجميل اللي يضم طوائف عديدة، يعني رياضيين، فنانين، أطباء، محامين، كل يعني طبقات المجتمع العراقي والطبقات الراقية والطبقات المثقفة. نعم. وأنا يعني مسرور وفرحان جدا يعني للناس، طيبة الناس، الطيبة القديمة ما قبل يعني. نعم. يعني ولا كأنه صار متغيرات، الحمد لله والشكر. يعني شيء يعني، وحتى فرحت شفت العالم يعني الحمد لله، أي واحد هنا يعني مرتاحين متونسين، وكأنه يعني عندهم يعني مناسبة سعيدة جدا. يعني أتمنى هذه يعني هذه السعادة تستمر وتبقى يعني في وجوه العراقيين جميعا، لأن العراقيين يستحقون كل المحبة وكل التقدير وكل السعادة. وبصراحة أنا حضرت تكريم تال العطار. نعم. لكابتن حامد جبر وسام هدولة، لأنه أيضا هو متغرب في الدنمارك ورجع، وأنا بصراحة يعني أنا ليس متغرب في قطر، ولكن يعني بين فترة وفترة أرجع العراق وأرجع القطر وأرجع بحكم عملي يعني مستشار فني في نادي القوة الجوية. وأنا كل ما أكون يعني أجي هذا المكان بصراحة أكون جدا جدا سعيد بصراحة، وأحرص على أتي يعني بين فترة وفترة وألتقي مع الأصدقاء القدامى من لاعبين، من مدربين، من إداريين. يعني شيء واحد يفتخر بصراحة، نفتخر ببلدنا ونفتخر بشعبنا، وإن شاء الله نجي يعني والعراق مر بأحسن ظروف وأحلى ظروف، وأتمنى الشعب العراقي كله يكون سعيد ومرتاح وفرحان. شكراً. شكراً كابتن جيب. إحنا جداً سعيدين بالحديث معك واللقاء معك. شكراً لك كابتن. شكراً لك. تسلم. شكراً لك كابتن. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل أنا عودة معكم. شباب شلونكم؟ شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شلون امورك؟ تعال وراي، الله يسعدك. سلم عليك، شلونكم؟ برنامج بين الناس قناه الديار الفضائيه. اهلا وسهلا بكم. اسمك؟ عامر. عامر؟ حامد. حامد، حامد من وين انت؟ بغداد. وين بغداد؟ مدينة الصدر. اليوم بالرصافي؟ شوي نغير جو. تغير جو؟ هي الاجواء الحمد لله شكر حلوه وتساعد شوي على واحد يغير جو. حامد، انت شلون تطلعاتك على الوضع السياسي؟ اول مره اجي. لا
الوضع السياسي، تفالك بالحكومة القادمة المشكلة إن شاء الله اللي هي على أبواب التشكيل. والله نتفالك بخير، بس شو سوى يعني؟ ما بيها مجال. شنو ما بيها مجال؟ ما بيها مجال، كيش ما يصير؟ لا تفال إن شاء الله بك. تفال أهلا، هسا أول نقول أول خطوة نتمنى أي. نتمنى كل شيء خير للعراق. أي بس هو ما يصير. ليش؟ ما أدري أنا إحساس؟ أي لا حاول تغير إحساسك، حاول تغير إحساسك إن شاء الله. نتمنى يومين ندعي إن شاء الله رب إن شاء الله دعاكم في الله. شكرا لك حبيبي، حج الله يساعدك. شلونك يا أبي؟ شلون صحتك؟ أبو من؟ أبو سيف. على رأس عمو سيف. عمو سيف وين ساكن؟ ساكن بالغربية. بالغربية على رأسي توهل الغربية نورتنا اليوم هنا بالرصافة. والله مسواق للولد وهذا راد سمعت جاي دلل الولد؟ طبعا الحمد لله والشكر. عمو سيف شنو مدى تفاؤلك بتشكيل الحكومة القادمة؟ شعورك؟ هسل يعني الحكومة القادمة اتخذت خطوة ربما تكون يعني صحيحة، صائبة لدى البعض، فاشلة لدى البعض، وهي بأن سوت فتحت التقديم على كل الوزارات، ربما هذا الشيء لغى مبدأ المحاصصة، مو صحيح؟ شنو شعورك انت بيها؟ أنا من أقول فدي 15 سنة لا أكثر، بجوز بالعشرين سنة لا سامع أخبار ولا أقعد على أخبار ولا إلي شغل. تعجب ما يهمك تعرف وضع بلدك؟ مو ما يهمني وضع البلد، وإنما النتيجة واحد. شلون ما تكون هي النتيجة واحد؟ شنو سبب نتيجة واحد؟ هي نتيجة واحدة. أنت شنو سبب التغير؟ ماكو تغير. اتفالس احنا حاليا على ابواب تشكيل حكومة قادمة. الحكومة القادمة واللي قبلها واللي بعدها واللي النظام السابق ولها كلها نفس الشيء، كلها المحصلة واحدة، نتيجة صفر. اني هذا رأيك؟ ماكو اي تغيير. زين واذا ان شاء الله صار تغيير تتراجع بكلامك؟ لا. ليش؟ ما يصير. اذا صار تغيير، اذا صار تغيير، اذا اداء شرط غير جازمة، اذا صار تغيير البلد من اني عمري 55 سنة من وعيت على الدنيا، هذا وضع البلد نفس الشيء، تقوم من مشكلة توقع بمشكلة. تفائل حجي بالخير عمو بسيف، تفائل قول الله كريم. عشت حرب إيران وسمعت عن حرب الثلاثة هاي السبعينات مال شو اسمه اللي بالشمال والأحداث كلها، من وحدة وإن شاء الله أكو تغيير إن شاء الله نحو الأحسن. إيه قول هيك، إحنا ريدك تضحك، ريدك تضحك، ريدك تتفائل. أنا من يعني طبعي بغير شغلات، على قولة أخويا يقول السيد كل شيء عنده سهل، لكن بهاي الهاي عن دراسة صار سنين إن شاء الله دراستك تحديدا هذا الشيء طلع خطأ، إن شاء الله تطلع غلط إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك عمو سيف. مشاهدينا الكرام طبعا أجواء اللي شوفوها حاليا حركة كلش حلوة، أجواء جدا حلوة، جولة في العالم الصباحية داخل الأسواق اللي تتواجد هنا بمنطقة الرصافي اللي يتجه على شارع الرشيد أو يتجه على شارع المتنبي، واللي يجي هنا ورانا الأسواق الشورجة والسوق العربي واللي ثبت إن شاء الله حبيبي، واللي يعني يخرج من شارع الرصافي يروح الباب معظم، دائما يكون هنا المرتكز وهنا تكون الحركة وهنا تكون الأجواء. ومثل ما تشوفون الحمد لله والشكر يعني أكو سيطرة من قبل قواتنا الأمنية، كذلك بنفس الوقت سيطرة يعني على المكان اللي حاليا تتواجد به عدستنا ويتواجد به الزوار، وكذلك سيطرة من كل أبناء المنطقة، والحمد لله والشكر أجواء كلش حلوة. ودائما هذا اللي احنا نسعى له من خلال عدسة برنامج بين الناس، بأن فقط ما يكون البرنامج هو برنامج لي يعني مشاكل المواطنين والمن يفتقر المواطن وشنو ينقصه، تكون عدسة البرنامج حياة الناس، ارسال صورة الناس، شوفكم بساطة الناس رغم الفقر اللي ببعض الناس، لكن ابتسامتهم الحلوة، تفاؤلهم الحلو، يبدون مشوارهم الصباحي بابتسامة كلش حلوة، روح طمأنينة كلش حلوة عالية، ضحكة وتفاؤل وأمل. مشاهدينا الكرام طبعا حتى هون اكو يعني بعض الناس ما تقدر تحكي، وربما رأيها الخاص يحتفظ به، ربما عندها صعوبة من واجهة الكاميرا، لكن نبقى احنا وياكم لان هذا مبدأنا وها هي رسالتنا،
بالوسط الإعلامي. نبقى احنا وياكم مشاهدينا الكرام نرسل لكم صورة الناس، إن كان الشخص قدر يستجيب إنه ويسولف ويانا، وإن كانت عنده صعوبة وما قدر يستجيب إنه ويسولف ويانا. نبقى احنا دائما وأبدا خصوصا عدسة برنامج بين الناس دائما متواجدة وياكم، متواجدة بين الناس داخل الأسواق، داخل المحلات التجارية، في الشوارع، في الأزقة، في كل مكان حيثما يرتأي الناس. مشاهدينا الكرام راح نغير حاليا هذا المكان اللي احنا متواجدين به وراح ندخل جوه، لكن بعد فاصل قصير وراجعين. شلون امورك؟ خير. احنا قناه ديار فضائيه، الشرف. برنامج بين الناس. الشرف. ابو من؟ ابو علي طالب بداي. طالب؟ طالب بداي. اهلا وسهلا. الشرف. وين ساكن؟ والله حواسي على راسي. ان شاء الله رب العالمين يمكنك ويرزقك وتاخذ بيت اللي يريح قلبك. الله يحفظك. اليوم هنا انت بالرصافه؟ كل جمعه من ال 75 لحد الان. من ال 75 لحد الان. شو تسوي؟ يعجبني اغير جو. شلون شوف الاجواء؟ اجتماعي اليوم قبل شلون شوف الاجواء؟ شو اللي تغير بيها من ذاك الوقت هالوقت؟ والله ذاك الوقت افضل من هذا. شلون؟ وايد الطيبه الانسانيه. طيبه موجوده؟ نعم فطيبة. موجوده ذاتك؟ بس الناس قامت تخبيها. الناس هي يعني سيء الامور. صحيح. واكو حكمه تقول لو تقدم التخلف تأخر التقدم. الله. فهسه تقدم التخلف عندنا. شوي على الكاميرا. أي. أنا أسف هذا. أي. فهذا الحكمة أعتز بها أنا. الحمد لله والشكر. شفت ناس أشكال، عشنا ويا ناس أشكال. أنت رأيك يجوز يختلف عن رأيي. صحيح. أنا لحد الآن عمري 63 سنة. طولت العمر لك إن شاء الله. الله يحفظك. رحم الله والديك. رحم الله والديك. وما دمت الصباح. زين. هسه اليوم من طلعت وشفت هاي الأجواء الحلوة اليوم. يعني هسه حاليا الجهات الامنيه القوى الماسكه الارض بلغتنا بان رئيس الجمهوريه الدكتور برهم صالح، عفوا الاستاذ برهم صالح، هو بزياره الشارع المتنبي، شارع الرشيد وشارع الرصافه، ساحه الرصافه عفوا. شنو مدى تفاؤلك وانت تشوف بان رئيس الجمهوريه الجديد هو نازل اليوم للشارع ويشوف الشارع، راح يفتر بين الناس ويشوف طلبات الناس، طلبات المواطنين، حركتهم؟ مدى تفاؤلك بالقرار اللي اتخذه الدكتور عادل عبد المهدي حول فتح باب التعيينات وتقديم الوزارات ومرشحين الوزارات؟ ما الغى هذا الشيء يعني لغى على او نقول مثلا بدا يبعد مبدا المحاصصه؟ أكيد. فرح هذا الشيء الشارع العراقي له. مدى تفاؤلك وانت تشوف اليوم يعني نسبه يمكن 80% 85% من الشعب العراقي متفائل بهذه الحكومة القادمة، شنو شعورك أنت؟ شنو رأيك الخاص؟ والله إحنا يعني مرتاحين إلى الفقرة. نعم. حلو تفائل، ونتمنى يعني اللي يجي بعده هم يصير مثل. نعم. وهذا الشارع كان يجي الرجل عبد الكريم قاسم من هذا الاتجاه ويجي هيك يوقف ومحجز باله. نعم. ينزل يشرب شربه رئيس وزراء هو. نعم. ويا الناس على الجامع، ينزل على أبو الكريم، على العامل، يعني هيك هذا التواضع. نتمنى هاي ان شاء الله رب. بلكت اول ان شاء الله. زين لو ردت هسه تطلب طلب من الحكومه القادمه ايش تطلب؟ القادمه شو تريد العالم؟ تريد العمل وتريد الامان، يمكن هالنقطتين رئيسيه. نعم. ماكو غيرها. صحيح. هالنقطتين شو تريد العالم؟ وتمشي بحريتك، لا احد يحاسبك، لا احد يقول لك والله خلصنا من دولة. ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي. رب شكرا لك. انا سعيد بلقائك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام طبعا شوفون الحركه والجوله، الناس اللي تتجول وقابل. شلونك حجي؟ سلام. هلا بك يا بل. شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ تعال هيك قدام الكاميرا. لا هيك بصفي. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ ابو من؟ ابو محمد. ابو محمد وين ساكن؟ ابو محمد الشمري. ابو محمد الشمري والنعم. اي وين ساكن؟ اني بالبيع. بالبيع على راسي. اليوم هنا تشتغل؟ لا يعني زياره. جاي زياره. شلون شفت الحركه؟ شفت الوضع؟ حركه الناس الحمد لله
عسى الله يرحمه ان شاء الله. ربي يسمع منك ان شاء الله. والديك اخي احنا من رخصتك. اي الشعب العراقي فقير. اي بس نريد رواتب للعاطلين. اي حقك. عسى الله يرحمه. حقك عزيزي. ان شاء الله. كل شيء ماكو ان شاء الله. بس رواتب للعاطلين ان شاء الله بالخدمة. ارجوك وارجو المسؤولين بصورة عامة ان شاء الله. هسه يعني تبلغنا احنا من الجهات الامنيه بان الاستاذ المهندس رئيس جمهوريه العراق القادم اللي ان شاء الله على وجه نتفائل بالخير ان شاء الله الاستاذ برهم صالح بزياره. هسه حاليا هو الشارع المتنبي والشارع الرشيد. تقدر تحاكي هو الرجل يعني يستجيب راسا وحمايته يقدرون يفسحوا لك المجال وتطلب منه هذا الطلب وتطلب منه ان شاء الله راتب رعايه اجتماعيه لك الكل عاطلين على العمل. انا مو علي. نعم الحمد لله بخير. الحمد لله دومك ان شاء الله. العراقيين الشعب العراقي كل شيء ماكو انطيهم العاطلين رواتب جمره وقعت بالمي. صح والله فخر اللي ياكل الشعب العراقي. والله صح اضمن شيء انا اعتبر الهكت ما بيهم قيرة أو شرف راح تصل عدة دول عربية. صح. ما حد يقول لك الله بالخير إلا العراقي. صحيح. إلا بفلوسك دول عربية. صح. لكن العراق أبو قيرة أبو شجاعة. نعم. يمتلك بلاد النهرين. نعم نعم. أي ربي خليك. ربي يحفظك إن شاء الله. رحم الله والديك. شكرا لك. شكرا لك. تسلم لنا. تسلم لنا. تسلم لنا. حج الله يساعدك. شلونك يا أبي؟ شخبارك؟ شلون أمورك؟ أبو من؟ أبو كرار الساعد. أبو كرار الساعد والنعم منك. وين ساكن عمي؟ عندي الشعب. بالشعب على رأسي. اليوم التهنانة بزيارة وتشتغل أو شنو؟ أنا صاحب محل انتيكات سوق الصفافير. سوق الصفافير محل انتيكات. شلون شغلك؟ والله كان قبل أكو شغل سياحة وجولات وما شنو. هسه كل استيراد من الهند ومن الصين وهالشغلات هي هاي دمرت السوق. أثرت على شغلك على رزقك؟ أي على كل أساس ما عليه وياها المحلات. عليهم. الله كريم. الله موجود. الله كريم ونعمة بالله. شلون نشوف اليوم الأجواء؟ يعني كل يوم أجواء كلش حلوة جولة. والله هي كل جمعة تصير هاي الجمعة المتنبي يجون على ساحة الميدان سوق الهرج. نعم. يجون على سوق الصفافير يجون على كل المحلات اللي محتاج على القرطاسيات على الشغلات هاي. بس يلا شوية دعم للعالم المحلات العاطلة المحلات اللي يشتغلون مثل سوق الصفافير. نعم. سوق الصفافير هاي. لا بزمن صدام ولا بهالوقت هذا يسووه. شنو الناقصة؟ شنو اللي يفتقده؟ ناقصة ما بي في الدعم. ما بقوا صفاري دي. ما بقت حوالي 5-6 محلات. وين راحوا الصفارين؟ الصفارين كلها طلعت من السوق لأن ماكو شغل. المن انتجوا وش يشتغلون؟ انتجوا قعدوا بالبيت أزيتهم. ما بقى حوالي 5-6 محلات سوق الصفاري كله. كله سوق الصفاري 5-6 محلات. كلهم طلعوا من عنده. لأن شنو؟ سوق الصفافير اللي قام يشتغل ما هو مثل يكلف 15-20 ألف دينار. ايه. يجيبوه من الصين ب 3000 دينار. صح. زين هذا ياخذ الملمع وكامل ياخذ هذا القديم قام ياخذ هذا الملمع وكامل رخيص. صح. اي هاي الشغله صارت. اي كانت ماكو جانب ما جانب شغل هاي هسه سياحه ماكو. ان شاء الله. ان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله الجهات المعنيه المسؤوله اذا كانت امانه بغداد او الرقابه او اي جهه ما له شغل اي جهه كانت معنيه تتابع السوق تتم حاله السوق تشوف البضائع اللي توصل يمنعون ولو يعني استيراد بعض البضائع ذلك يعني حتى يساعدون على الانتاج الوطني لا ما يمنعون الانتاجات ليش احسن خلده يجي عنه الخاص واعد واحسن شلون تابع شلون بالله عاد تردون الصفارين ماكو عمي صار يضبع لي بس يجوز يرجعون الصفارين استاذي العزيز هاي الانتيكات ما حد يشتري الا اللي يفتهم شخص يكون يفتهم يعرف هاي قديمه يعرف هاي جديده صح هم هذه الانتيكات هنا طلعوا كلهم طلعوا خارج العراق صحيح يعني عندك مثل الدكتور طالب البغدادي الله يطول بعمره سوى مستشار ماله بقطر سمير الألماني في مصر صاحب معمر الزوالي صح محمد بن ابراهيم الخضير في كندا يعني هذول من التجار الزوالي الانتيكات اللي يفتهمون عرفت ولا؟ هاي هسه هذاك من ذاك يفتهم بها الانتيكات يعني هسه عندك شارع سلمان فايق لما تجي ما بيهم واحد ابو انتيكات بس طلع علي بن ابو شويه هذا ابو قديم ابو مصطح ابو انتيكات الباقي لما تجي بعد كل احنا بعد ما الانتيكات صح احنا المصلحه حبيناها صح زين هذول حبوها شنو حبوها؟ حبوها على ارباح على فلوس على شغلات هاي هالشغله هاي حبوها صح شكرا لك شكرا لك وان شاء الله يوصل صوتك شكرا لك ها لا قلت المسؤول
اقدر التقي بي؟ اي هسه راح يجي وخلوك الحمايه تدخل. شكرا ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام طبعا السياره مصورنا العزيز اللي تندعم وتروح الكاميرا. ما خايف على المصور، خايف على الكاميرا. مشاهدينا الكرام طبعا شوفونا هاي الاجواء يعني اللي دائما كنا نتمناها من خلال عدسه. هلا تعال، شو اسمك؟ ايش بيك بقيت تمشي وراي؟ ها حيدر. وين بيتكم؟ بالشارع. انت يا من جاي؟ انا ماما. انت ماما؟ وين ماما؟ العد ايش بعيد عنها تروح تضيع. روح يا ماما، يلا تروح تضيع، يلا باي باي. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم راجعين. السلام عليكم. شلونك دكتور؟ كيف الاحوال؟ شلون صحتك؟ حبيبي شلون امورك؟ الله يسعدك. احنا سعيدين جدا ونشوفك اليوم تتجول بين الناس وتشوف الناس والناس فرحه بهذا الشيء. اهلا وسهلا بك. اهلي اهلي طبعا اهلي هذه اهلي احبائي. اهلا وسهلا. فدوى روح العراقيين وكل فدوى لقلبك، ربي يطول عمرك ان شاء الله. الناس جدا سعيده بيك وفرحانه بيك وشاشه الديار فرحانه وهي تحتضنك اليوم وصورك وانت بين الناس تتجول بين الناس. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا على الراس. سالم راسك، سالم راسك ان شاء الله. سهلاً. ربي يحبك. شلون شفت اجواء الناس اليوم ونزلت بين الناس؟ تفضل تمشى ويانا. والله نعم دكتور، شلون شفت اجواء الناس اليوم وانت تتجول بين الناس وتشوف حركه الناس وتشوف متطلبات شارعك العراقي مواطنيك اللي يحبوك؟ جدا والله العظيم. دولة انا اروح فدوى لهم بالله العظيم. طولت العمر. دولة اهلي دولة كلهم. طولت العمر. طولت العمر يعني هذا العراق. انا اروح فدوى لتراب العراق. اسم الله عليك ان شاء الله. طولت العمر. طولت العمر يعني قاعد تشوف الناس وتاخذ صور وياك، واليوم كانت بامس الفرحه هي وتشوفك جيت ونزلت والموكب ينتظرك وشارع المتنبي ينتظرك وينتظر دخولك للشارع ويعبرون عن فرحهم ويعبرون عن مدى أملهم بتشكيل الحكومة القادمة اللي كانت أول جلستين هي برئاستك. إن شاء الله إن شاء الله يعني الحكومة القادمة هي وين كان يعني بالحقيقة عندي خيبة أمل كبرى بالحكومات اللي كلها اللي جتي فعلا. اللي جتي وشنو يعني بالحقيقة نهبوا أموال العراق. نعم. العراق الآن شنو البلاد خربت بالحقيقة. نعم. المفروض يعاد بناءها. نعم. زين دكتور، مدى تفاعلك بالحكومة القادمة حكومة الأستاذ برهم صالح والدكتور عبد المهدي؟ أنا طبعا يعني رئيس الجمهورية برهم صالح صديق على الرأس. نعم. أما أنه بالنسبة للحكومة القادمة. نعم. يعني الحكومة القادمة المفروض أن تخدم الشعب العراقي، المفروض هي خادمة للشعب العراقي. نعم. لحد الآن الحكومات من البداية ولغاية الوقت الحاضر كل شيء ما سووه. نعم. العراق كلها خربة. شنو؟ نعم. الفلوس كلها مباقت. نعم. يراد نوايا صادقة إن شاء الله. يراد نوايا صادقة ويراد لأنه الفساد ماكو. نعم. طالما أكو فساد إذا ماكو إعمار. زين مدى الحكومة القادمة، آسف على الإطالة. نعم. الحكومة القادمة مدى نوايا صادقة؟ هاي تعتمد على رئيس الوزراء القادم سواء كان عادل عبد المهدي او غير عادل عبد المهدي. نعم. وبالحقيقه بصراحه غير. نعم. هم ذولا كلهم اجوا. نعم. صار لهم قد من سقوط النظام ولغايه الوقت الحاضر ايش سووا؟ ودي اشوف شنو سووا. نعم. نعم. شو العراق نفس شو البلاد نفس البلاد كلها خراب. نعم. نعم. خلي يجون يشتغلون من صدق واحنا نأيدهم ان شاء الله. ان شاء الله. ولا ما يشتغلون صدق نوخي واخرون ان شاء الله. تسقط الأنظمة ان شاء الله. ان شاء الله. سواء كان فلان رئيس وزراء او غير فلان رئيس وزراء كلهم مسقطون. نعم. ان شاء الله. شكرا لك دكتور محمد علي زيني واسف على وقتك اللي اخذته. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام شاهدنا اليوم دكتور محمد علي زيني هو يتجول داخل بغداد بين أهل بغداد وهو الآن يتجه للدخول إلى شارع المتنبي وسط إقبال جماهيري جدا غفير. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل لنعود معكم.
اهلا وسهلا بك. ابو من بعد البيت مشوش شمال ليش؟ لا مغيرنا التردد. غير التردد هسه احنا صعدنا الاتش دي على التردد 11134 ان شاء الله. ان شاء الله. ابو من؟ ابو زيد. ابو زيد، ابو زيد وين ساكن؟ شارع فلسطين. شارع فلسطين. اليوم شفناك بشارع الرشيد بالرصافي جاي جوله وتسوق تبضع. والله انا دائما يعني كل جمعه تقريبا اجي اتمشى يعني شوف الاجواء. شلون شفت الحركه اليوم؟ شلون شفت الاجواء؟ والله الحركه مو طبيعيه، ما ادري من راح يجي ومحبوسين الدنيا كلها محبوسه. مو طبعا الاستاذ برهم صالح رئيس الجمهوريه العراقي بزياره اليوم الشارع المتنبي، وايضا سبق حاليا دخل رئيس مجلس النواب سنن ونائب مجلس النواب محمد علي زيني، دكتور محمد علي زيني. أريد أسألك شنو شعورك أنت اليوم تشوف رئيس مجلس النواب السن، رئيس مجلس النواب السن بزيارة مجلس النواب، رئيس الجمهورية العراقي الأستاذ برهم صالح بزيارة اليوم شارع الرشيد وللرصافي والمجلس الشارع المتنبي، شنو شعورك اليوم تشوف الحكومة القادمة هي نزلت للشارع وقاعد تنزل للشارع؟ رأيك الصارم؟ والله أتصور يعني هذه كلها الأمور يعني ما تنحل بها ننزل للشارع. نعم. هذا قضايا جذرية يعني أنت تعالج. نعم. احترام المواطن، احترام كرامته، يعني شنو الفائدة إذا هسه السيد رئيس الجمهورية زار الشارع وحماية تصرفه وتصرف لا مو زين ويا المواطنين. فعلًا. هاي كلش واردة يعني. أكيد أكيد. يعني تنعكس على. أنا انسحبت قلت لا تجيني. خاف تجيني ضربة دفعة ما أعرف. لا مو هسه احنا مو دفاعا على النائب او عن اي شخص، لكن انت تعرف شاشة الديار شاشة محايدة بين المواطن والمسؤول، وانت من متابعين شاشة الديار، لكن الناس توافدت بشكل جدا قوي على دكتور محمد علي زيني ورادت تاخذ وياه صور، فاكيد يعني هذا ردة فعل حماية ربما كانت وجهة نظري يعني ربما كانت ردة فعل عادية. شكو جاي لا مو خوف، لكن الناس توافدت بشكل جدا قوي على النائب. أنا لك وتفاعلك بالحكومة القادمة. والله يعني إيش وقت ما أشوف المواطن محترم في مراكز الشرطة أقول الدولة بخير. مراكز الشرطة تحديدا؟ بالتحديد، لأن هذه الشغلة الوحيدة اللي ما جولها أي علاج. نعم. يعني أنت لو تسمع الأفلام مال مراكز الشرطة. فالشيء مو طبيعي. صحيح. الأوراق تتصور ب25,000، النقل ما أدري شنو، بنزين طبعاً دائماً ما عندهم، فهم تعطي فلوس بنزين، هذه شو وقت ما نصير أحمر كل شرطة؟ أنا بالنسبة لي راح أعتبره المعيار الحقيقي للإصلاح. معيار حقيقي. أنت تشتغل مركز شرطة أو لا؟ لا بالعكس يعني، ولا الحمد لله ما واصل مركز شرطة. الحمد لله. بس حسب ما أسمع من الناس اللي أعرفهم معي فالشيء مو طبيعي، يعني لا مهندس متقاعد يعني. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك. شكرا لك. شكرا لك عمو. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، شوفون الاجواء، ودائما عدسه برنامج بين الناس ترتقي التواجد. تفضل. ترتقي التواجد بهيك اجواء تكون متواجده بين الناس، ترسل لكم صوره جدا جدا حلوه، صوره منبثقه من الشارع العراقي، حركه الناس وتجوالهم وتعابير عن املهم بحكومه قادمه، عن املهم بجواز عراقي محترم، عن املهم بجنسيه عراقيه محترم، عن املهم بكل شيء يخص المواطن العراقي يكون هو الاول بكل مكان وبكل زمان. مشاهدينا الكرام، إلى هنا إذن أصل في ختام حلقة برنامج بين الناس لهذا اليوم. أأمل أن تكون هذه الحلقة قد نالت حسن رضاكم ومحتواها نال استحسانكم. سألتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة أخرى ومحطة أخرى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم أيمن الفريداوي، وتحيات زميلي المصور أحمد الوالي. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.